وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد أن بين الإخوة جزاهم الله خيرا التوحيد بأدلته ونهوا الناس عن الشرك من مصادره، فوضح بذلك الحق للناس. ومع أن الناس لا يتبعون الحق كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من رحم الله ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، فإن الله سبحانه وتعالى نوع الحجج التي تكون سببا في هداية الناس إلى جنة الله وإلى صراطه المستقيم، نوع الله عز وجل لهم الحجج. فمن بيان صحة الطريق وأنه سار عليه الأكرمون من الأنبياء والمرسلين والصالحين وغيرهم، وتارة بأن يبين ما عليه سفه المشركين من الدين الباطل والعبادة الباطلة لغير الله سبحانه وتعالى، وتارة بأن يحذر الله عز وجل من عبد غيره بدخول جهنم وبئس المصير. وهكذا تتنوع حجج القرآن حتى يفهمها الناس. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى الظالمون إلا كفورا. ربنا سبحانه وتعالى نوع الحجج للعباد حتى تكون لهم دليلا وهاديا إلى الصراط الحق والطريق المستقيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهمزات الشيطان هي وساوسه وكلامه الباطل، سواء كان ذلك في أن يصيب ابن آدم بالأذى أو أن يحضه ويحثه على معصية الله. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولذلك أورد العلامة ابن كثير حديثا عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يقولهن عند الفزع، ومن جملة هذه الكلمات هذه الآية. فالإنسان يقول عند الفزع من النوم، وهذا إن دل على شيء كما قال العلامة السعدي فإنما يدل على قطع مادة الشر من أصلها. أن يستعيذ العبد وابن آدم بربه تبارك وتعالى حتى لا يضله المضلون من الجن والإنس. تستعيذ بالله لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الكفيل بأن يهديك، كما جاء في الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. ولذلك الإنسان يطلب الهداية من الله ويبذل السبب بأن يكون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما دليلاه وهما النور الذي يكشف به الطريق والصراط إذا سار إلى الله سبحانه وتعالى. فيجعل العبد من الكتاب والسنة مقياسا ومرجعا
ويكون بذلك ناديا. ولذلك الليلة الناس لما تركوا إلا من رحم الله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح، ضل كثير من الناس. في ناس بتلقاهم غادي يقول لك لا احنا عندنا آيات يجوز تنادي غير الله بآية. الآية شنو؟ دي مرة استدل بها حامد بابكر، قال وألحقنا بالصالحين، يعني ألحقونا الله، يا الله أنجدنا بالصالحين. يا زول القرآن دار تفسره بالدارج السوداني ولا شنو؟ وألحقنا بالصالحين معناه كده، ده دعاء إبراهيم عليه السلام أن الله يسأل الله أن يرفع درجته وأن يعليها إلى مقام الصالحين من الأنبياء والمرسلين. مش معناه يلحقك بالصالحين، فهمت؟ ولذلك لا بد من فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وده لما يضل كما قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لأن القرآن قال لك ما تباري الناس وتخلي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتندم يوم القيامة. زي ما ربنا عز وجل قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لكن الليلة الأمة إلا من رحم الله تركت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال الرجال. ده كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية، تأليف السيد الجليل ذي المجد الأثيل والشرف الأصيل الإبرة المتنسك سيدي محمد الطيب ابن سيدي محمد مين كده الشهير بالسفياني صاحب سيدي أحمد التجاني رضي الله عنهما وعنا بهما آمين. يعني الله عشانهم هم أرضى عننا. الكتاب من بدايته بيوديك جهنم من الغلاف. هو تباري لك كتاب زي ده، كتاب غريب جدا. أنا بقرأ لك بعض الكلام الذي كتب، فهمت؟ ده الشيوخ بتاعنا الصوفية. عشان كده الليلة الناس تركوا القرآن والسنة وباروا الشيوخ، لأن الشيوخ غشهم بالكلام ده. لو باريتنا نحن انت مقامك بيكون عظيم جدا وما تلاوز. يقول لك في صفحة 56 الكتاب ده بيعوينا في مكتبة دار العلوم شرق المسجد الكبير أم درمان، قال رآه في عليين، قال سببه أن رجلا من أصحابه رضي الله عنه توفي رحمه الله، واحد من أصحاب التجاني أحمد التجاني مات. قال فسئل عنه أين هو، فقال رآه ثم. فقيل أين، فقال في عليين، فهمت؟ قال لهم الزول ده نحن بارانا وشفناه في عليين. انت شفته كيف؟ ها؟ طيب هنا برضو في هذا الكتاب صفحة 58 قال طابعنا محمدي كل من أخذ وردنا ينزل عليه وتحصل الشفاعة له في الحين ولوالديه. مسكت صلاة الفاتح بعد صلاة العصر يوم الجمعة، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم بحق قدري ومقداري العظيم لغاية صلاة المغرب، ومسكت معاه لا إله إلا الله تلقاهم قاعدين حلقة ولك قاعدين نوزع الذكر. يا زول ده توزعوا كيف؟ لا إله إلا الله، واحدين بيجاي صفين لا إله إلا الله لا إله كده يردوا عليهم. قال إذا أنت عملت الكلام بالطريقة دي قال تحصل لك الشفاعة في الحين ولوالديك، طوالي بيشفعوا لك أنت ولوالدينك. الناس الجهال المساكين الما بيعرضوا الكلام ده على الكتاب والسنة يقول لك يا سلام يا أخي أنا ما داري شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة،
وشفى أحد، لكن ما عنده جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهمت؟ فأنت لو دار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما تمسك في التجانية، يا دوب المركت من الشفاعة، أمسك في لا إله إلا الله، في التوحيد. طيب، قال من كلامي أيضا: طريقنا ينسخ جميع الطرق ويبطلها، ولا يدخل طريق على طريقنا. يعني التجانية دي لمن تجي تاني ما في سمانية وما في ختمية وما في ريكينية وما في تشيكسية، كله ما في. ده التجانية جات، فهمت؟ وده كلها والساكت لعب. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا اتبعت السبل وما تبعت القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لأنه زي ما قال السعدي: مما شاف عمل شين، عمل كل فقرة وفكية، ويتمسح بتراب الشيخ ويشيل نعلات الشيخ في ظهره، ويشيل الموية بتاعت الوضو يشربها، ومرته يخليها 7 أيام عروس جديدة مع الشيخ اللي بياكل كثير وما متزوج، فهمت؟ لما يتورط الورطة دي بيقول: يا رب يا الله ترجعني للدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربنا قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله. هم يا دوب شافوا الحقيقة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كذابين. فهمت؟ فناس بيفتروا الكذب على الله سبحانه وتعالى. هنا برضو يقول لك من كلامه رضي الله عنه قال: لو اطلع أكابر الأقطاب، الأقطاب دي في الصوفية القطب دي درجة عالية جدا، هم بيكونوا 4 بس، 4، واحد يقول لك في الشمالية، واحد في الغرب، واحد في الجنوب، واحد في الشمال. أنا ما أعرف النصف منه يا زول، خيمة هي. فهمت؟ يقول لك الأقطاب دي المدين ناس كبار جدا في التصوف. قام قال لك: لو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله تعالى لأصحابنا في الجنة لبكوا عليه وقالوا: ما أعطيتنا شيئا يا ربنا. شوف الكلام ده عجيب كيف. طيب، قال شوف الزول ده من شدة ما ملحد بيقوم بيجيب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ببقيها في ناسه. قال: لو علمتم ما في الوظيفة، اللي هو كلامهم دل بين العصر والمغرب أو غيره من الأوراد المبتدعة، قال: لو علمتم ما في الوظيفة من الفضل لأتيتموها حبوا. قال: يا ناس يا ناس، شوف اللعب والإلحاد بدين الله سبحانه وتعالى. قال: لو ذكرت لكم حقيقة واحدة من حقائق الفاتح لما أغلق، لو ذكرت لكم حقيقة واحدة من حقائق الفاتح لما أغلق لأفتوا، طبعا المفروض تكون لأفتوا أكابر العارفين بقتلي. قال: لو وريتكم حقيقة واحدة بس من حقيقة صلاة الفاتح لأفتى كبار العارفين بتاع الصوفية قال بقتله. فهمت؟ وده عندهم بيسموه علم الحقيقة. وهذا الكلام أيضا ورد في كتاب جواهر المعاني فيما وبلوغ الأماني في شنو كده المريد التجاني. قال: وصلاة الفاتح أعطاني لها جدي رسول الله يقظة لا منام، زي بتاع خليفة بتاع المولد ده، في واحد اسمه شيخ خليفة. قال: طوالي كل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على نوبات الصوفية وغيره، حتى في المولد الفات برضو قال. فهمت؟ قال: الرسول صلى الله عليه وسلم جاو وقال: وأعطاني صلاة الفاتح. معناه الآية من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية إما أن تكون منسوخة، أو أن تكون ليست بآية، أو أن تكون ليست حجة، أو أن تكون ليست من كلام الله أو غيره، هذا لازم كلام التجاني، فهمت؟ فده قال أعطاني يقظة لا مناما صلاة الفاتح، وقال هي تعدل من القرآن 6 مرات، فقلت زدني للمرة الأولى. لو قلت صلاة الفاتحة اللي قلتها لك قبل شوية، قال دي معناتها أنت قريت القرآن 6 مرات. قال فقلت زدني، فقال هي تعدل من القرآن 6000 مرة، وكل تسبيح وقع في الكون سبح به نبي الله آدم أو نبي الله إبراهيم أو سيدنا نوح أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أو إلياس أو النبي عليه الصلاة والسلام أو ملائكة الله في السماء أو عباد الله في الأرض. قال إذا قلت الذكر اليزعم زورا وبهتانا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدعو له، قال ده الذكر ده بيعدل هذه الأمور كلها صلاة الفاتح، وكفى بهذا ضلالا. ربنا قال قل ولو، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كلام الله لا يبلغه كلام الله سبحانه وتعالى لا يستطيعه مجادل ولا مخرف ولا كذاب من هؤلاء الطرق الصوفية والصلدي. بيبدأ محمد المنتصر الإزارك كلامه في القنوات والإذاعات وغيرها، أول حاجة بيبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، وقام كذب. قال الصلدي جاب ابن كثير في سورة الأحزاب في تفسير سورة عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، هل علي بن أبي طالب قال صلاة الفاتح بهذه الصيغة؟ ده نمرة واحد يا كذاب. نمرة اثنين، هل علي بن أبي طالب قال صلاة الفاتح بتساوي كلام صحابي؟ خليك من كلام الرسول، خليك من كلام رب العزة والجلال، قال كده يا كذاب. ابن كثير بعد ما نقل أثر ينسب إلى علي بن أبي طالب ضعف الإسناد، فهمت؟ لكن ده صاحب هوى، صاحب هوى وصاحب باطل، دار ينشر باطله بأي طريقة، صحيحه بأي طريقة، عشان كده ما بيجي ويواجه ويناقش ويحاور كالرجال، وإنما ينزوي ويختبئ خلف الكواليس وخلف الكاميرات. تعال ناقش يا محمد المنتصر لزيرك، أقنع الأمة المسلمة أن صلاة الفاتح تعدل من القرآن 6000 مرة. عندهم ورد تاني اسمه جوهرة الكمال، ما عارف هنا الكلام قاعد. جوهرة الكمال في الكتاب ده في صفحة أنا معلمة، قال وجوهرة الكمال لا تقرأ بالطهارة الترابية. يعني أنت لو مثلا كنت على غير طهارة، موية ما عندك ويتيممت، قال ما تقرأ جوهرة الكمال، ممكن تقرأ صلاة الفاتح. وصلاة الفاتح قال لك بتعدل من القرآن 6000 مرة وما تقرأ جوهرة الكمال، يعني جوهرة الكمال دي بيساوي شنو؟ فهمت؟ فده الناس حصلوا محلات عظيمة جدا من الكفر والضلال. هنا برضو قال من كلامه صفحة 69 من كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية، وهذا يمكن أن تسميه الغشاء الأحمدية لمريد التعاسة السرمدية. والله تعتقد الكتاب ده جهنم وبئس المصير، والله الذي لا إله غيره. قال لا يدخل الجنة أحد قبل أصحابنا إلا أصحابه صلى الله عليه وسلم. قام واحد شرح، قالوا تحدثا بنعمة الله ولما لهم من الصحبة، حيث قال له صلى الله عليه وسلم أصحابك أصحابي. يعني أصحى صلى الله لقاكم نجر أخضر قدر ده، نجر أخضر قدر ده، التجانية اللي فين ده قدر أبو بكر الصديق ياخذ الصحابة كانوا بيتمنوا يحصلوا مرحلة أبو بكر الصديق وعمر. في البخاري ومسلم من حديث أنس لما جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لا كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك قال فما فرحنا بعد الإسلام كما فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معه. أنس بن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ووقف معه المواقف يقول هذا الكلام. يجي أحمد التجاني يقول التجانية الشفاتة اللي فيه معه ديل، قال ديل التجانية ديل، قال زي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تستغرب، هذا هو دين الصوفية. عشان كده عندهم مدحة بيقول لك عصاة تشرب الدكاي مع الصديق صديد الراي. عصاة تشرب الدكاي، الدكاي دي المريسة، تلقى الشيخ يا زول لما التنكي بتاعه فول التنكي بتاعه فيمتا، وبعد شوية بيجا يقول كلام خارم بارم. قال نحن اللي بنشرب الدكاي المريسة وانت شايفنا ناس عليك ساكت، يوم القيامة قال بنبقى مع الصديق صديد الراي. الصديق ده منو؟ ده هو بكر الصديق رضي الله عنه. بلا شوف الكذب وشوف الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وزال داعية إلى ضلال وإلى باطل، تقول أصحابك زي أصحاب الرسول، وتقول إنه ما في زول بيخش الجنة عشان تدخل الناس في طريقتك، تقول ما في زول بيخش الجنة بعد أصحاب الرسول قبالنا نحن. طيب أين ذهب أويس القرني؟ هل هو من الصحابة؟ لا. هل هو تجاني؟ لا. هل ستدخلون قبله؟ لا. هل ستدخلون الجنة؟ الله أعلم. عشان ما تلعب ساكت، انت بتخش الجنة انت ضامن؟ ها يا أخي، أخواننا ديل بكون أولياء لله، ديل أولياء الله، والله ديل مشجعين مازين بما ينفع. ديل يقول لك ديل أولياء الله. الصوفية القاعدين الليلة يا ناس، شوف اللعب يا دين الله، لسه جاي كلام كثير جدا، فهمت؟ قال من سرته مصيبتنا فالجنة عليه حرام. شوف الكلام ده كيف يا زول، انت مصيبتك اللي بتقع عليك ونحن بنفرح بها، ده الشرك بالله؟ ده الشرك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من انصار. لكن ده اللي بيقول لك من سرته مصيبتنا حرم الله عليه الجنة، ومن أكل طعامنا يوم الجمعة ولا الاثنين دخل الجنة. الجنة في إيد الصوفية، يدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء. وهذا كله من الكذب ومن التألي على الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر على ناس آذوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابوا، ربنا تاب عليهم ودخلوا الجنة. تجي تقول لي انت يا تجاني، فهمت؟ لسه. قال من حلف بالطلاق، ايوه، قال من تيمم 76 لا يقرا جوهره الكمال. اللي بيتيمم ما يقرا جوهره الكمال. وعارفين احنا التيمم ده، انت لو وقعت في جنابه وما لقيت المويه ممكن شنو؟ اذا حضر الوقت ممكن تتيمم وتصلي بها. هل جوهره الكمال افضل من الصلوات الخمس؟ قال من تيمم لا يقرا جوهره الكمال ويجعل مكانها 20 من صلاة الفاتح. والله لو جعلت 20 ولا 200 كل ما بينفعك. قال لأنها لا تقرأ إلا بالطهارة المائية، لسه في كتبة جاية. قال والفراش الطاهر، من تجي ترقد أظن دي بتاعت نومة. قال لما تجي تنوم تقرأ جوهرة الكمال بالطهارة المائية. طيب قال والفراش الطاهر الذي يسع 6 من الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يحضر والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم عند 7 من الجوهرة. يا زول، قال أنت لازم تجيب لك فراش كبير جدا، سرير دبل ما بشيل، لأنه في 6 أنفار، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 5 وأنت السادس. لما تجيب صلاة الجوهرة 7 مرات الصحابة الأربعة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام بيجي يقعدوا معك يحضروا قراءتك لجوهرة الكمال. يا لكرم الضيافة يا زول، شوف اللي عنده كيف طلعوا الصحابة من قبورهم. طيب لو في نفرين قروها في نفس الوقت اللي بيحصل شنو؟
لو في نفرين انا فراشي يقعد فاضي ساكت، يا ناس ده دين، دين بتاع لعب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عشان يقري اي زول الكلام ده كده؟ وانما ليبلغ البلاغ المبين الكافي عليه الصلاة والسلام. طيب قال من حلفت بالطلاق انه جالس مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الوظيفة، الوظيفة ده الورد بتاعه، قال فهو بار في يمينه ولا يلزمه طلاق. يعني انت قلت علي بالطلاق في اثناء الورد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، علي بالطلاق، الرسول هسي قاعد، قال انت كده بار في طلاقك. تكون شغال زينة ساكت يقول علي بالطلاق، وتصدق المسكين ده ويكون اولادك جبت لك ثلاثة نيركوك كلهم اولاد حرام. ما انت باريتك تجاني في هذه الفتوى الباطلة الفارغة. صلى الله عليه وسلم ما بيمرق الا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اول من ينشق القبر عن جمجمته بتين يوم القيامة. ويوم القيامة ما قام، فهمت؟ عشان كده اي تجاني، اي تجاني طلق احفظ السنة دي، اولادك الولد ديل كلهم ديل بعد ده تمشي تشوف لهم ان شاء الله تحللهم زي الجماعة ديلك، تحللهم فهمت؟ زي قروش الريبة ولا اي حاجة، المهم شوف لهم صرفة اولادك الورى بعد الطلاق ديل، تشوف لهم صرفة ديل لانه حانث. طيب قال من فاتته الركعتان الواردتان بعد المغرب فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 50 مرة بصلاة الفاتح الى اخره يحصل له فضلها. يعني انت من الامور التي تسد الطاعات والنوافل التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح، انه صلاة الفاتح دي تقراها بدل هذه الركعات فيحصل لك ثواب الركعتين. ده كل يا اخواننا من الباطن، وهذا من التشريع في دين الله سبحانه وتعالى بغير دليل وبغير هدى، كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهؤلاء أهل الضلال دول يا أخواننا الواجب على الناس أن يحاربوهم وأن يكشفوا أمرهم للناس وأن يبينوا ذلك للمسلمين حتى يكون المسلمون المسلمين على بصيرة من دينهم. يعني شوف زي الزول اللي بيغشوه بالطلاق يطلق مرته ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في الوظيفة بتاعته. شوف ما أصابوا من المسلمين من الضرر ومن الباطل. ولذلك يا أخواننا نحن نحذرك من هذه الطرق الصوفية ومن الجماعات الحزبية وغيرهم زي أنصار السنة وزي غيرهم، ديل تبعد منهم بعيد، فهمت؟ ديل الناس بيلعبوا بدين الله سبحانه وتعالى. وسكتوا، الحمد لله ربنا سكت قناة نور بتاعت الإصلاح لأنه ما بقولوا فيها توحيد، كله أطفال شنو كده الهنابيك. جماعة السودان صار السنة بدأ يتكلم في التوحيد، جابوا هنابيك للأولاد في جامعة السودان، عملوا لهم لوز مع الشتاء والآن مع مسابقة عشان يوروك إنه الدعوة دي ظريفة ونسع الجميع ويني ويا ويني تايم. يا زول أنت شركة زين، أنت مالك، أنت زول داعي يا زول، كلم الناس في التوحيد، فهمت؟ وما بيجوك إلا لما يجي يلقونا نحن دارين نبين للناس الحق، يجي يتغزوا ليك زي المساكين البيجاي ديل الشفتة بتاعين الدجال بتاع محمد مصطفى، فهمت؟ تقول التبارز زي ده تضيعكم. والله ابقى على التوحيد، ابقى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ها ما تتورط. هسي ده مش جوا شتم الصحابه، قال التجانيه زي الصحابه، ده برضه شتم الصحابه، قال الصحابه تقاتلوا في السلطه، فده وافق التجانيه في هذا المكان. ولذلك نحن بنقول لك عليك بكتاب الله وبسنه رسول الله ولا تنتمي الى اي جماعه الى اي حزب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأطع ما قال الله وما قال رسول الله حتى لا تتحسر يوم القيامة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم.
أي باعدنا بينهم بعد القلوب وبعد الأجسام، فحصل بينهم من المنافرة ومن المشاتمة ومن اللعن ومن المنابذة. قال الله سبحانه وتعالى: فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. بيورطك أزال الله ضلّاك ومسكك في طريق باطل، بيورطك يجي يقول لك: أنا ما قلت لك تعاون مع أهل البدع، ما قلت لك الصحابة قتلوا في السلطة، ما قلت لك ناديني في الشدائد، ما قلت لك أبقى تكفيري، ما قلت لك أبقى سراري. يورطك ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يورطك. ولذلك ربنا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فعلى الناس أن يتبعوا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما افترق الناس وتفرقوا وشاقوا الله ورسوله كتب الله عليهم الذلة والصغار والشقاق والفتن والبلايا والمحن. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله.